قلنا ان احنا في هذه الفقره هنتكلم عن تنظيم العمل الاهلي، عاوزين نحل المعوقات المتعلقه بالعمل الاهلي، وايضا هنحاول قدر الامكان والاستطاعه في ظل الوقت ان احنا نتكلم على التعاون الاكاديمي ما بين مصر والخارج. اتفقت انا وضيوفي الكرام واستاذنتهم، احنا عايزين نتناقش احنا الثلاثه سوا. انتم عارفين ان انا ماليش قوي في قصه نسال يمين ونسال شمال، انت حتى كمشاهد مش هتبقى مستمتع وانا مش هبقى مستمتع ولا ضيوف هيبقوا مستمتعين. احنا هنعمل كاننا حوار وطني صغنطط كده جوه البرنامج، فخلوني ارحب بضيوفي الكرام. سياده النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، منورنا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا يحفظك. والزميل الصديق العزيز ادم الطوخي، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. ازيك يا ادم؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. نبدا المناقشه. يمكن هنا هستاذن ان انا ابدا ب سيادة النائب عبد الفتاح محمد وأقول كده إيه، طيب نبتدي منين الحكاية على رأي عبد الحليم حافظ حتى أنظم العمل الأهلي دون أن تشوب شائبة تمويل مشبوهة؟ أنا مش عايز أخش في القصة دي، وفي نفس الوقت مش عاوز أمنع الجهات المانحة بأنها تمول المنظمات الأهلية الجادة اللي عاوزة تشتغل لأجل تنمية هذا المجتمع. كلام محترم. طب يعني اولا انا بشكرك جدا. ده اللي شكر. ودعني ان انا اعزي بس اسره المدرسه اللي توفاها طبعا اليوم. الله يرحمها يا رب. يعني اللهم يعني اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جنات، اللهم امين، وربنا صبر اهلها يا رب. وفي البدايه طبعا انا يعني بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني الحقيقه اللي احنا شفنا فيه كل فصائل المجتمع المصري. يعني احنا منذ ان بدات الجلسات واحنا يعني بنسعد بوجود كل القوى السياسيه والمعارضه والاغلبيه وحتى الافراد العاديين مشاركين في الحوار الوطني، وده شيء ايجابي. وبنسمع طبعا كل الاراء المختلفه. وانت عارف الملف بتاع العمل الاهلي ملف مهم جدا، والتعاونيات والنقابات، يعني ده ملف الحقيقة يعني الناس مهمة بيه قوي يعني. وأنا مع أن طبعا يحصل فيه تعديلات في بعض التشريعات، ده مش هيضرنا في حاجة طالما هيبقى في الصالح العام وهيفيد الجمعيات والمجتمع الأهلي، احنا طبعا هيبقوا سعداء بده. أنا بس يعني كان عندي تحفظ الحقيقة يعني في الحديث من بعض السادة المتحدثين ان احنا عايزين نفتح تاني موضوع التمويل، واخد بال سيادتك؟ التمويل احنا شفنا يمكن ما قبل يناير كان فيه مشاكل، يعني ده مش هنعممه على الجميع. يعني انا شايف الحقيقه الدكتور طلعت عبد القوي راجل محترم جدا. وبيقود العمل الاهلي بشكل يعني مهني جدا، وانا بحترم كل حتى كلمه بيقولها في الحوار الوطني، وراجل بيشجع الجميع انه يعمل في هذا العمل. ويمكن البعض كان بيتكلم على ان في بعض المعوقات اللي احنا طبعا قاعدين عشان نحلها، يعني الحوار الوطني هدفه يعني يزيل المعوقات اللي هي بتقف ضد العمل الأهلي، وده أساس حضورنا يعني. فبيتكلم يقول لك أنا بقالي سنتين مقدم وما فيش حد وافق لي على الجمعية، بالرغم خد بالك يعني أنت طالما أوراقك سليمة بتتقبل يمكن ساعة تقديمها. أنت عندك المقر بتاعك، عندك 10 مؤسسين، اتفضل بتاخد الموافقة، مفيش أي مشكلة طالما أنت سليم. إنما نرجع تاني للطيار أو الطيارات اللي كانت بتعادي مصر وشعبها، لا لا، أنا بصراحة ضد ده. يعني أنا كمواطن مصري بعيدا إن أنا بقى نائب ولا رجل سياسي، لا أنا ضد ده تماما، لأن احنا بنبني البلد، يعني في جمهورية جديدة احنا عايزين كلنا نشارك في بنائها، مش عايزين نيجي في يوم من الايام نندم ان احنا بناخد خطوه عشان تهد البلد تاني. لا، احنا اي شيء هيضر بهذا الوطن لا انا بالتاكيد هبقى ضده. فعوده التيار المعادي للدوله المصريه تاني، لا انا معلش انا اسف جدا،
الجامعات اللي كانت بتعمل كل يوم وموافقات عادية جدا، وأي حد بيتقدم بياخد، لا لازم يتكشف عليه وتعرف هو مين وهويته إيه. يعني المهم بالنسبة لنا أنه تحصل عملية فحص ومراجعة ضرورة لأي يعني جهة ضرورة قصوى يعني، ولأي جهة طالبة للتمويل ده أو مستعدة للتقبله. إنما إحنا مع الجمعيات الأهلية، يمكن حتى الدكتور طلعت النهاردة اتكلم على كان عدد الجمعيات 50,000 جمعية. طبعا لما حصل عملية التقنين وصلنا ل 36,000، فطبعا في تم استبعاد عدد من الجمعيات. طب تم استبعادهم ليه؟ ما اكيد في اسباب. ممكن يبقى في عدم استيفاء لشروط اساسيه. اكيد وارد. اكيد اكيد مش كلها هتبقى يعني لها اجنده يعني. ممكن تكون ما استوفتش اوراقها، ممكن في عندها مشكله. انما بقول لك اي حد من المواطنين بيروح يتقدم بياخد الموافقه، ما فيش اي مشكله في الدوله المصريه الحاليه ونظامها الحالي، واخد بال سيادتك. انما بيبقى في شروط وضوابط عشان يتبنى عليها جمعيه اهليه عشان تخدم المجتمع. وهدف الجمعيه، انا لما بروح اتقدم عشان اعمل جمعيه اهليه لازم يكون عنده القدره على الصرف عليها وعلى مساعده الناس